ما عندنا هدوم، ما عندنا أغراض، ما عندنا فلوس. Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. وتتصرفون كلكم توكم عارفين تفشلون. إن أنا أبو سعد تزوجت فيها، أنا ما أحب الجزازة. أقول هالخوارة والخبقة اللي سويتها تقول عادي؟ تبيعين لها نفنوف 200 تسوين لها فاتورة 2000. راح تأخذون منهم 100,000 دينار. عليكم العافية. الغلط أول مرة صعب، ثاني مرة أسهل، بعدين مرة على مرة أخاف ما نعرف نميز بينه وبين الصح. أنا بشهر أطلع أكثر من مهندس، مدرس، طبيب، محامي، أنت تخيل، ركز على الطبيب. لأول مرة راح تطلع ويانا مصممة قدرت توصل من الكويت إلى مستوى الخليج والوطن العربي كله. أريح العمارة يا أستاذ حسن. حسن، حسن شقتنا، شقتنا اللي قاعد تحتوي. مين حسن؟ ما أعرف حسن. لا تستهبل على راسي. اللي إحنا قاعد نتعامل معاهم هذيلا عصابة، مو ناس، مو بشر. كانت الحين زي الكلب بالنظارة بتهمة بلاغ كاذب. شوفي أنت يا ولدي سامي. قلت ما عندنا رعاية إلا البيع. كم يسوى عندك؟ شو تفيد الفلوس والسمعة؟ شو تفيد ولا تحت التراب؟ وأنت أكثر واحدة تدرين إن عيشتنا بهالشكل مثل هالورد. إلي عبالك إنه في شيء ممكن يطوفني؟ أنت غلطان. اللي قاعد يصير مو طبيعي. حسن، حبيبي إيش فيك؟